بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوة عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها في فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل عزيزي المشاهد المحترم، وليد سليمان ما له من تاريخ وبطولات مع النادي الأهلي، ومع خسارة النادي الأهلي وإطلاق صافرة مباراة الوداد بخسارة الأهلي للقب الأفريقي والبطولة 11 في تاريخ النادي الأهلي، وظل يبكي وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بكاء حارا وشديدا بعد نهاية المباراة. ده إن دل بيدل على إن ده لاعب بالرغم من كم البطولات اللي حصل عليها وليد سليمان، يعني عايز اقول لك ان وليد سليمان حصل مع النادي الاهلي على الدوري بس 6 مرات، كاس مصر مرتين 2019 2017، السوبر المصري 5 مرات، يعني دي بطولات بس محلية، دوري ابطال افريقيا 4 مرات، يعني كان فاضله اللقب ده ويعادل نادي الزمالك في الالقاب. انت متخيل كان هيبقى في وائل جمعة جديد في النادي الاهلي يعادل القاب نادي الزمالك في القاب دوري ابطال افريقيا، كاس الكونفدراليه مره واحده، السوبر الافريقي 4 مرات. مع كل ده بتجد بعض المعاتيه بيسخروا ويتريقوا على وليد سليمان، وحش اللي وقع منك يا وليد يا ابني. انت لو تعرف قيمه هذا اللاعب، لو تعرف يعني ايه ومدلول ومفهوم ان لاعب مع البطولات دي كلها وبيبكي. انا اعرف لعيبة عندك بتخسر البطولة النهاردة وبتطلع حصالة في افريقيا كل سنة، وبتطلع تسهر وبتطلع تفرح وبتطلع ولا في دماغها ولا في دماغها، وتروح الغردقة اسألوا النباتشي يا جبل، اسألوه بتعملوا ايه بعد ما بتخسروا البطولات يا جماعة. حد فيكم بيحس بالجمهور بتاعه؟ حد فيكم بيحس بالتيشيرت بتاع فريقه؟ لا والله. لكن عندنا، لان وليد سليمان هو ده الطموح الحقيقي، طموح البطولات، انت موجود عشان تصنع تاريخ ليك ولناديك. ده عكس الانديه المنافسه اللي جمهورها شايف ان اللي عمل وليد سليمان دوت حاجه مسار للضحك والكوميديا. عايز اقول لك واحد من الزملكاويه وهو عماد دربالة، حد ينكر ان عماد دربالة زملكاوي يا جماعه؟ عشان ما حدش يقول لك ده اهلاوي ومش عارف ايه. عماد دربالة قال لك ايه؟ قال لك منهم لله لعبت الزمالك، اجبرونا على سرقه الفرحه من انتصارات الغير، كل الفرق بتتجرأ على الاهلي وتفقدوا نقاط وتفقدوا بطولات، فهل يمكن ان يفعلها الزمالك في لقاء القمه، ام ننتظر رجوله باقي الفرق لتحقيق بطوله وفرحه باقدام الغير؟ عماد دربالة حط ايده على الجرح. عماد دربالة زملكاوي وعارف جمهور الزمالك بيعاني قد ايه، عارف جمهور الزمالك اللي بيلف على كل فرق القاره وفرق الدوري يشجعها على امل، على امل ان الانديه والفرق دي تقدر تفوز او تكسب النادي الاهلي. اصبح جمهور الزمالك فرحته الوحيده ان يشوف فرق تانية تقدر تتجاوز النادي الاهلي او تقدر تكسب النادي الاهلي، وده معناه ان لعيبه الزمالك مش رجاله. قال لك لما اللعيبه بقى نشوف اللعيبه رجاله، بقى نشوف الرجوله بتاعتهم في ماتش القمه، هل هيكونوا رجاله؟ السؤال اللي كنتوا بقى، هل تنتظر ان لعيبه الزمالك تكون رجاله قدام الاهلي في ماتش القمه ولا لا؟ الاخ محمد فضل طالع يدافع عن ابو ريده، هو انا عارف والله ان يعني محمد فضل مع كامل الاحترام ليه، وعلى فكره لما بقول مع كامل الاحترام انا بحترم الكل، المؤدب والمهزأ وكل الناس بحترمها، فكلمه كامل الاحترام ديت يعني ملهاش علاقه بالشخص نفسه. الاخ محمد فضل، خلينا نقول بس ان سبب من اسباب تواجد محمد فضل وظهوره على الساحه بعيدا عن اسم العيله وعيله العيله هو هنا بوريده. هنا بوريده اللي جابه ودخله اتحاد الكوره، هنا بوريده اللي جابه وحطه كمدير لبطوله كاس مصر، بطوله كاس الامم الافريقيه في مصر 2019، اللي ظهر محمد فضل هو هنا بوريده. فبالتالي محمد فضل
شايل جميلة لأبو ريدة، يعني هو ما شالش الجميلة بتاعت الأهلي، شال الجميلة بتاعت أبو ريدة وطلع يدافع عن هاني أبو ريدة وعن الهجوم اللي موجود على أبو ريدة، وقال لك أبو ريدة له مواقف وطنية وبيخدم مصر وبيخدم الوطن في المقام الأول، يعني تقدر تقول إن إحنا طلعنا إحنا الخاينين وأبو ريدة هو اللي طلع وطن. طيب عايز أقول لك الناس اللي في المغرب في تونس في أي مكان يعلمون علم اليقين قيمة النادي الأهلي. عايز أقول لك إن الأهلي قدر يخطف 10 ألقاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي وصل للنهائي 15 مرة. ما سألتش نفسك الأندية المغربية كلها بسلطاتها بنهضتها ببركانها بودادها برجائها بكله بجيشها الملك كله وصلوا كم مرة النهائي بتاع أفريقيا؟ كام؟ طب أندية تونس وصلوا كام؟ عايز أقول لك إن تونس وصلت 13 مرة، أندية تونس كلها ترجي نجم ساحلي صفاقسي كل أفريقي كله ما وصلش غير 13 مرة. أندية المغرب كلها وصلت 7 مرات. عشان كده دايما اللي فوق وعلى القمة اللي تحت بيبقوا كارهينه، اللي تحت ومتداس عليهم عشان تصعد للقمة بيبقوا شايفين انك بتاخد حق مش حقك او واخد حقهم معاك، فعشان كده بتيجي حتة الغيظ او الغل من النادي الاهلي. عشان كده عصام الشوالي لما كان بيقول لولا وجود الاهلي في افريقيا لكان للاندية التونسية شأن اخر. تخيل 15 نهائي وصل ليهم النادي الاهلي، كان الأندية التونسية ممكن توصل وتاخد كام بطولة من ال 15 مرة وصل فيها النادي الأهلي؟ تخيل الأهلي حرم الأندية التونسية كام مرة من لقب دوري أبطال. يعني أتذكر 2005 الأهلي خد البطولة من النجم، 2006 كان الصفاقسي التونسي، 2012 خدناها من الترجي التونسي. دي كلها غير ان انت بتطلع بقى في السكة في بطولات تانية بتطلع الترجي في قبل النهائي، بتطلع نجم الساحلي في قبل النهائي، بتطلع فرق تونسية في الادوار النهائية بالنسبة لك، فده بيأثر على الفرق التونسية والفرق المغربية. اتمنى من ادارة النادي الاهلي خلاص اللي حصل حصل، لكن في دروس مستفادة. الدروس المستفادة ان احنا نتعامل بمعاملة الاخر. يعني ايه؟ والله النادي والبلد اللي هتحترمني وتشيل جزمتي فوق راسها هشيلها جوه عينيا لما تجيلي. النهاردة شفنا الجزائر عملت معانا ايه، بالرغم انك كسبانهم 4 في ماتش الذهاب رحنا لقينا احلى استقبال، شفنا احلى معاملة. نادي الاهلي ردا على المعاملة الطيبة دي بعت جواب شكر للناس المحترمة دي. عشان كده الناس دي لما تجيلنا تاني تلعبنا في اي مكان في اي بطولة هنشيلهم جوه عينينا. لكن البلد او النادي اللي احنا نروح نلعبه ويتعامل بقلة ذوق في الاستقبال والمعاملة وكل حاجة، لا انا هعاملك بالمثل. بلاش بقى حتة اصل احنا البلد الاخت الكبيرة والشقيقة الكبرى والكلام ده كله. مصر هتفضل كبيرة طول عمرها، مصر مش محتاجة تثبت للاشقاء العرب انها كبيرة، مصر كبيرة بغصب عن الكل. لكن ما ينفعش النهاردة الناس بتوع المباراة النهائية يعملوني المعاملة القذرة دي، واجي لما يجولي في أرضي أو في ملعبي أقول لهم يا أهلا وسهلا وأفرش لهم الأرض ورد كمان. لا، أتمنى إن احنا يعني نتعامل بأقل حاجة يستحقها هذا أو هؤلاء البشر. عايز أقول بالنسبة لي الأستاذ خالد بيومي، الراجل ده لما بيتكلم والله بالرغم إنه مش أهلاوي لكن بيتكلم بحاجات لعيبة أهلوية كتير وبيتقال إن هم أهلوية ما قالوش نص الكلام اللي قاله خالد بيومي. خالد بيومي قال لك لم نعتد الضعف والتهاون في حقوقنا، كيف خسرنا معاركنا مع الكاف على مستوى الأندية والمنتخبات، ما هذا العجز والصمت الرهيب الذي خيم على مسؤولي الرياضة المصرية تجاه المؤامرات التي تحاك من الكاف ضد الكرة المصرية
والأيادي الخبيثة التي تعبث في الخفاء لحرمان مصر من الألقاب والوصول للمونديال. يبدو أن من يدير ملف الكرة المصرية من زمن طويل، وهنا المقصود به المهندس هاني أبو ريدة، لا يعلم حجم وقيمة مصر إفريقيا وعربيا. كلامي لا علاقة له بخسارة الأهلي لقبا فقط، بل يمتد إلى الفشل في إدارة ملف أزمة السنغال والأهلي والوداد. بعيدا عن الأمور الفنية التي يتحملها موسيماني بكل لغات كرة القدم، ولاعبين افتقدوا لشخصية الأهلي التي تعودنا عليها طوال التاريخ. كتب كمان وقال: الله يرحمك يا كابتن سمير زاهر، كان عندنا رئيس اتحاد كورة بينيم أفريقيا من المغرب. صحيح صحيح، لما يكون عندك شخصية قوية في الإدارة بتقدر تاخد حقك تالت ومتالت. احنا ما بنطالبش حد يجور أو يظلم حد عشان خاطرنا، لا، احنا بنطالب بس بالحفاظ على حقوقنا، بالحفاظ على كرامتنا، بالحفاظ على شكلنا وشكل الكرة المصرية. بمناسبة بدر بنون والصور المستفزة من بدر بنون لجماهير النادي الأهلي، في مباراة الأهلي والرجاء ظهر صور وظهر لقطات فيديو لبدر بنون بعد هدف التعادل للنادي الأهلي. بدر بنون زعل واتقمص، وقلنا مش مشكلة، يعني ده الانتماء، وده يعني إذا ما عملش كده احنا نخاف منه ونقلق منه. قلنا مش مشكلة، ابن الرجاء وأخته ومراته نزلوا بوستات فيها إهانة وفساد الأهلي ومش فساد الأهلي، وقلنا مش مشكلة ماشي، لعيب محترف عندنا وانتماءه بيروح للرجاء، مش هنقول له، مش هنجبره يعني على حاجة، بس أهم حاجة يكون في الملعب بيلعب كويس معنا وخلاص. لكن كون إنك النهاردة فريق الوداد المغربي بيكسب النادي الأهلي في النهائي، وأنا شايلك بقالي 5 شهور دفع رواتب من دم قلوبنا وشايلينك على العين والراس، ولا انا مش هرجع مصر دلوقتي حاضر، طب سيبوني حبتين في المغرب حاضر، طب انا مش هرجع معاكم بعد خسارة اللقب حاضر، اللي انت عايزه بنعمله لك. لكن في المقابل لابد ان يكون هناك احترام لمشاعر جماهير النادي الاهلي. عايز اقول لك ان في الالفينات وقريب، يعني من 3 سنين تقريبا او 4 5 سنين، ميدو جابر كان داخل النادي الاهلي وملعب مختار التتش بتشيرت برشلونة. بتشيرت يا جماعة برشلونة، يبدو الموضوع عادي صح؟ جمهور النادي الاهلي وقتها في مدرجات مختار التتش عملوا يافطة جميلة جدا. ايه هي؟ قالك في المدرج ممنوع دخول فانيلا لغير الاهلي، دلوقتي الدور عليكم. يعني اي لاعب هيلبس تيشيرت غير الاهلي هيبقى الدور عليك وهنطلعك برا. من ساعتها ميدو جابر حرم يلبس اي حاجة برا اسم النادي الاهلي او برا شعار او لوجو النادي الاهلي. فانا رجاء لبدر بنون، اذا ما كنتش قادر تخفي حبك وانتمائك للمغرب ككل، ما انا مش كل ما يجي لاعب فريق من المغرب هتروح تفرح معاهم وتتبسط معاهم واحنا دمنا محروق، يعني عيب. اتمنى من النادي الاهلي، وان كان عندي معلومة، ان يكون في مدافع اجنبي افضل من بدر بنون. خلاص بدر بنون شكرا، نشوف له عرض من نادي مغربي شقيق او العرض بتاع النصر السعودي لو لسه قائم. شكرا بدر بنون، نقدر نجيب مدافع افضل بكتير ويلعب بروح وجرينتا بالنسبة للنادي الاهلي. يا جماعة شوفوا علي معلول، بصوا على علي معلول، علي معلول بيموت نفسه وبيتخانق مع التوانسة في قلب تونس، بيبقى الملعب كله رادس مليان جماهير تونسية، ولما بتحصل مشكلة ما بين لاعب مصري من الأهلي وما بين لاعب تونسي مش بيخش يحوش، لا والله يا ريت بيخش يحوش، لا ده بيخش يضرب، بيخش يضرب. انت جاي تضرب بابن الفريق بتاعي ولا اللعيب بتاعي؟ ده ابن بلدك يا معلول، انا معاك في المنتخب يا معلول، لا بس ده فريق بتاعي، ده فريق اكل عيشي. فاتمنى من الاخ بدر بنون، يعني لو مش قادر تحترم النادي اللي انت فيه بره النادي الاهلي اعمل اللي انت عايزه. ميدو، خلينا بس نتفق على حاجه، بالرغم ان ميدو زملكاوي لكن ميدو محترم. ميدو محترم لانه في ساعات كده بيبقى ليه مواقف قويه جدا. يمكن الاعلامي الوحيد اللي شفت له موقف قوي بحزم وقوه في موضوع فوز الأقجع وهنا بوريدا هو ميدو.
ميدو فتح على الرابع في موضوع هنا بوريدا وفوز الأقجع. قال لك فوز الأقجع ده الراجل الأول في الكاف وانتقدته قبل كده وحذرت من نفوذه داخل الكاف، وخاصة انه بعد ما دخل الكاف كل المصريين تم عزلهم وإقالتهم من مناصبهم. قال ان حذرت من سيطرة المغرب على الاتحاد الافريقي قبل كده، والفساد في الكاف اصبح بيتم على عينك يا تاجر ومش في الخفاء زي ما كان بيحصل قبل كده. قال ان تصريحات فوز الأقجع بتأكد ان في فساد وفي سيطرة على الكاف وبقى بيتم ببجاحة، والأقجع اخطأ بتصريحاته واعترف بانه مش هيطهر بانهم استبدلوا فساد جديد من المغرب، والأقجع كان بيخطط ان نهاية دور الابطال يبقى مغربي بين الرجاء والوداد. قال ان تصريحات الأقجع فيها عدم احترام لتاريخ الكرة المصرية وتاريخ الكرة التونسية، وقال انه بيقول بشكل صريح ان مصر وتونس فازوا بألقابهم بالفساد، ورسالتي ليه عيب عليك انك تكون بتقابل المسؤولين المصريين وتضحك في وشهم وتطعنهم في ظهرهم. قال رسالة الفوز الأقجع انه يراجع نفسه بعد تصريحاته ونشوة تتويج الوداد، ومصر وتونس كتبوا تاريخهم بعرقهم ومجهودهم مش بالفساد، واحترم نفسك واعرف انك بتتكلم عن مصر اسم كبير في قارة افريقيا. على فكرة عايز اقولك ان فاطمة سمورة ست لكنها بميت راجل. فاكرين ماتش جينيراسيون فوت؟ فاكرينه؟ فاكرين عملت ايه وعادت الماتش تاني مع الزمالك؟ فاكرين الست دي قلبت الدنيا ازاي عشان خاطر الفريق بتاعها بالرغم ان الفريق بتاعها انسحب؟ هل كان هاني بوريدا يقدر يعمل كده؟ ولو كان يقدر ما عملش ليه؟ يلا سلام عليكم.